بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المحاضرة اللي هي تخص هذا الاكزامبل. هذا الاكزامبل احنا قلنا عندنا ايمج، الايمج تتكون من 224 في 224 في 3، 64 فلتر عندنا هنا، 64 فلتر، وهنا الاف او السايز هو 5، والسترايد اللي هو الاس يساوينا 6 وزيرو بالانج. احنا نريد نطلع هذا، شو نطلع لنا نفسه؟ طبق معادلة، اعتقد اي هاي المعادلة اللي هي هاي المعادلة، الام هو هذا 224 ناقص من الاف 5 زائد 2 في البي، وهنا مقسومة على الاس، الاس هو 1 زائد 1 راح يطلع لنا 224. طيب شو يقول هنا؟ يقول احنا بما ان هاي الثلاثة هاي اللي هي يقصد بها الثلاثة في خمسة في خمسة زائد واحد يطلع لنا 76 بارامتر راح ناخذ. طيب 76 بارامتر، بس احنا عندنا عدد الفايلات هو 64، ضربناها طلع 4864 بارامتر. هذا يسموه فولي كونكتر، كونكتد لاير، فولي كونكتد لاير. نشوف اكو شيء اخر ايضا لطيف هنا، دا يشرح الفول كونكشن، دا يشرح السايز، دا يشرح الستريب اللي حكينا عليهم، ومعطينا ايضا مثال وبنفس الطريقة. هنا منطينا السايز، سايز 2 اللي هو الاف، ومنطيني بعد الستريب اس يساوي ايضا 2، ومنطيني هاي، فهذه 2 2 4 زائدا هاي 2 في 0 ناقص 2 على 2 زائدا 1 شيء راح يطلع، 111 زائد 1 راح يطلع 112، وفعلا هو نطلعها هنا 112. طيب السي ان ان، السي ان ان هو هنا شو يقول؟ يقول انا اذا عندي هذا الشيء، عندي السايز الاف اللي هو هذا، وهذا السترايد، وهذا الباد، وهذا الفلتر، وهذا الاوتبوت سايز. احنا شو نريد؟ نريد الاوتبوت سايز. خلينا نفرض ناخذ، نبدي 224 في 224 في 3. ايش راح نقول؟ راح ناخذ هذه ونطبق هاي المعادله اللي طبقناها، فايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 244 في عدد الفايلات 64. هذه ايضا من راح ناخذ هاي 2 وهاي 2 وهاي 0 ونطبق هاي المعادله، يعني مطبقيها هنا، اذا تسوي لها فيريفاي راح تطلع 112، وهكذا الى ان نوصل الى 77، والفولي كونكتد هو 1 في 1 في 1000. هنا نكتفي، هنا شويه بعد خلينا نشوف هاي، يقول احنا نضرب هاي يطلع 50000 وما اعرف وش قد، يعني هاي عدد البكسلات، عدد النودات 192، الفاكتور مالتنا 3، بعد شنو نبيها؟ هاي تقريبا هنا كملنا. راح نروح على الفيديو يعني بالمحاضرة القادمة ان شاء الله، فيديو يشرح لنا شرح حلو، نحاول يعني تقريبا يشرح بهالشكل اللي هو مشتقة الاول والثاني والثالث والاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.